اخذوا الاوامر منهم يذهبوا الى الايه الضفه الاخرى من القناه. هتعدي ازاي؟ يبقى دي اول ده انت لسه هناك في ضرب وفي طيارات في دباب وفي قصص نحتة. بس الاول خالص انت هتفكر ايه؟ انت عايز تعدي قناه، عايز تعدي لهذا المانع المائي، فانت هتعدي ازاي؟ قناه السويس وضرب وكلام، وانت بتتكلم في 5 يونيو 9 يونيو بدا الوقفه 10 قولي 10، يعني بتتكلم في هم قالوا حرب الايام الست ومش عارفين طلعوا الكلمه ديت، واحنا ردينا عليهم بالست ساعات، واخد بالك؟ وايه؟ والعين والعين والسن والسن وليه ونبال ونبال. فهتعدي ازاي نمره واحد؟ ما عندكش مراكب، ما لو مركب واحده طلعت اتنفست بره على طول. فزوارق هيئه قناه السويس عمالة تنقل ونزلت الناحية التانية. ادي اول اتصرف، انت واخد امر اتصرف. وبالفعل نزل الناحية التانية معاك السلاح بتاعك. معاكش خد بالك الكلام ده من البطل ذات نفسه. معهمش جاروف يحفروا الحفرة اللي هيقف فيها عشان لو حد معدي او الدبابات هتضرب او مجنزره هتضرب من بتوع العدو ما يشوفهمش هم واقفين. ابسط حاجه تفكري فيها لحمايه الجندي. اتكلم بقى حاجات تانية بقى، اتكلم دوشهم بقى وحاجات تانية. فبداوا يحفروا الحفر بالدبشك. ما هو الدبشك؟ الدبشك هو انت ماسك البنديه اهو، حته الخشب اللي بتبقى هنا ديت دي الدبشك، والسمكي اللي هو الخنجر اللي طالع من مقدمة البندقية. دول الحاجتين اللي استخدموهم في الحفر. فلاحظوا ان الجيش الصهيوني خلاص هم شايفينهم جايين. طبعا العتاد اللي جايه طب شوف بقى حالتك النفسيه عامله ازاي اصلا، يعني بنتكلم على ثقافه واراده الانتصار. اوريدي انت رايح وشكلك عامل ازاي اصلا بقى من جوه، انت شكلك عامل ازاي. فراح بصوا لقوهم والمصريين شايفين، يعني كان الجنود الابطال بتوعنا بيقول لك احنا شايفينهم، احنا جايين من 2 كيلو يعني شايفينهم هم جايين. حاجه يعني ما ازاي في ايه البطوله، ايه الجراءه وايه الشجاعه وايه الاقدام ده. اختصارا للقصه، لان القصه جميله وطويله وعظيمه، حدث ان الصهاينه قرروا ان هم يطيروا طياره منخفضه عليهم كنوع من انواع عد الجنود. احنا بنحارب كم واحد؟ هم قاعدين ورا ولا قاعدين قدام؟ هل في بيحموا مؤخره الموقع من ورا ولا مقدمه الموقع ولا بس على الجناء؟ ايه النظام؟ فالطياره طالعت، ويقول بطلنا العظيم انه قد شاهد وجه الطيار. فانا سالت متخصص في هذا من ابطالنا في الجيش المصري، سالت يعني قلت له ده بيحصل؟ هل ممكن انا ابقى قاعد في الارض وطياره تعدي فوقية واشوف ملامح وجه الطيار لدرجه ان انا اقول ان هو كان بيضحك؟ اللي هو الضحكة مفهومة بقى، يعني مفهومة بقى ضحكة بقى شكلها عامل ازاي دي؟ لو انت يا ابني انتوا رايحين انت بتعمل ايه؟ طيران منخفض. ينفع كده؟ بيحصل اليوم. فهو بيقول ان الطيار كان بيبتسم، يعني ما معناها؟ وتعرف بعد كده ان عبد الناصر كان فاتح اللاسلكي، كان فاتح له لاسلكي على مدار المعركة كلها بتاعت يوم 30 الى يوم 1 في الشهر، وكان سهران طول الايه الوقت متابع الرسائل اللي ما بين الناس وبعضها. اختصارا لهذه البطوله وهذه المعركه الباسله، حصل ان العدو تقهقر فاشلا في احتلال منطقه راس العش وهكذا بور فؤاد.
فأصبحت هذه المنطقة هي المنطقة الوحيدة الغير محتلة لحد 73. سينا كلها متاخدة لكن في يبقى اتعلمنا ايه يا فندم من ده؟ ايه علاقة ده بقى بالمحاضرة بتاعتنا؟ ثقافة الانتصار وإرادة الانتصار من الممكن إذا كانت إمكانياتك لا تسمح في ذلك الوقت بالذات دحر العدو أو هزيمته، عدم تحقيق خطة العدو الكاملة انتصار. والدليل أهو. طيب حصلت إمتى يا فندم؟ بنتكلم في 30/1، يعني كان يوم 30 في الشهر أو 1 في الجديد. احنا قلنا هناك وقفوا 9 أو 10، يعني حضرتك تتكلم بعد 20 يوم فقط من، عايز تسميها نكسة، عايز تعملها هزيمة، عايز تقول حادثة، عايز تقول معركة. انا شايف انها مش معركة، انها في فين معركة فين، مش حد اتخن، يعني قال بطلنا من بطلنا قال لم نرى جندي اسرائيل، ده باللفظ بتاعه هو، انا بستخدمش كلمة اسرائيل زي ما انتوا عارفين، يعني بلفظه هو بيقول لك لم نرى في 67 جندي اسرائيل. بس هتسميها حرب ازاي؟ بس احنا برضو كمان بالعقل، لكن هزيمة هزمة لازم نعترف. وبدأ التعلم من هذا الموضوع. عدينا وعبرنا، ادي درس نمرة 2. يبقى اذا لما انا طلعت من سنة وقلت اول عبور للجيش المصري كان 20 يوم بعد الهزيمة، ما تخدكيش الجملة دي، لان عبرنا ولا ما عبرناش؟ عبرنا. لان لو كان هو طلع بالطياره وضرب الزوارق بتاعت قناه السويس كان مش موجودش هتعبر، وساعتها ما كنتش انا حاضر اعبر دلوقتي اقول لك احنا عبرنا. عبرنا بعدات قليله، ايوه بعدات قليله، لكن عبر. يبقى اذا هذا المثال اللي انا ذكرته ده مثال حي لكلمه ثقافه الانتصار. نرجع شويه